طيب أستاذ محمود كان ليه سؤال بيقول إنه كان مسافر فترة طويلة ورجع أول يوم في شهر رمضان وحصل جماع بينه وبين زوجته في نهار رمضان فكفر الدين. كفارة ده ان هو عليه ان يصوم شهرين متتابعين، شهرين، ولما نقول شهرين شهرين بالعربي مش بالافرنجي، بداية مثلا ناخد شهر شوال وهكذا شهرين متتابعين، فان لم يستطع الصيام لمرض او نحوه وجب عليه ان يطعم 60 مسكينا. بس حضرته ما يطعمش 60 مسكين الا لما ايه؟ يحاول ان يصوم، هو يصوم. مش يحاول، واجب عليه يصوم. دي كفارة، بيسمى كفارة عقاب عشان ما يرجعلهاش تاني، علشان يقول يا رب انا عندي استعداد اعبدك في اي وقت، ان انا مش نزوتي وشهوتي هي اللي بتحركني، ان انا استطيع هو تمنع نفسي اكتر عشانك انت يا رب، هو ده المقصود. طب سين سؤال بقى، هل مراته تعمل زيه ولا هو يكفي لو اشتركت هذا؟ معاه في الذنب. ما هو ما شاركته. فبالتالي اختلف الفقهاء في ذلك. بعض الفقهاء قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاله الرجل وقال جمعت امراتي او وقعت على امراتي في نهار رمضان، امره هو بس بالكفارة، ما أمرش مراته، وبالتالي تسقط عن المرأة وإذا كان الرجل أدى الكفارة. في رأي آخر بيقول إن واجب عليها كفارة زي ما هو عليه كفارة، وعلى هذا الأساس ممكن نأخذ بالرأي المخفف والميسر، إن هو واجب عليه بس هي الكفارة، وهي واجب عليه القضاء والتوبة. تمام؟